اخويا عافاك الدكتور، عندي حكه في الرحيم. تنخفض الصابون الكراسون وداك الشيء، ولكن تترجع ليا واخا كنستعمل الدواء تترجع. اش قال لك الطبيبه بنتي؟ قالت لي راه غير ميكروب الوالده، وعطاتني قويدات ولكن ترجع ليا المشكل. الو تجري بالي عندنا فهاد النوع من المشاكل. انا نعطيك نعم بعد الناس. تبارك الله عليك، تبارك الله. علاش ما علاش ما علاش ما درتيش المعدنوس بنتي؟ علاش؟ كنتوضى بالمعدنوس. ماشي توضى به، لا ماشي توضى به، طحن المعدنوس خضر وتخرق به، تخلي ساعة وتعاودوا كل ساعتين، وديما تخلي بين نص ساعة وساعة. تبارك الله، سيمانة الحمد لله مشى المشكل. ماشي غير انتي دابا، كاين تصور بنيتها عندها 20 سنة راه دازت في القناة، وما شاء الله عليها ملي تبعات المعدنوس من جهه، وتنعطيها العسل تستعملوا تقريبا، تنستعملوا 100 غرام ديال العسل، تنديروا فيها 30 غرام ديال الغذاء ومعلقه صغيره ديال حبوب اللقاح، تنخلطوا وتنخرقوا بها ثلاثه د المرات، وفوق كل خريقه ديال العسل تنديروا المعدنوس ثلاثه د المرات. تبارك الله، ثلاث ايام مشات في امان الله وحفظه، وان شاء الله بالتوفيق والصحه والراحه. تكلمنا في البدايه وقلنا واش كاينين وصفات اللي كتعطى باش ان الانسان كياخذ احتياطاته الاوليه بعدا باش ما يتصابش بشي يعني الحساسيه ديال الجلد. واش كاين شي حاجات اللي يقدر يديرها او يدهنها يعني بالنسبه للناس اللي كتكون عندهم هذه الحساسيه ديال الجلد موسميه؟ غنتكلم على الحساسيه عند الاطفال لي بيبي. نعم، تصور تيتصلوا بينا ناس من اوروبا وتيحلوا في الحساسيه ديال وليداتهم، حساسيه جلديه. سينو تيكونوا عندنا ناس داخل المغرب، وتبارك الله عليهم كاين رعايه مباركه للاطفال باش ما يقعش في الهذا. وكثير من الحساسيات لي زورتيكير مثلا، لقينا على انه احسن 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 علاج للاطفال بالنسبه للحساسيه الجلديه، تنغليو الماء وتنديرو فشي ماشي بانيو بالنسبه للوليدات فين تيعوموا، وتنخلطوا معاه واحد عصير البصله او جوج بصله، تنخلطوهم وتنغسلوا لهم به. لقينا على انه هذا الاسلوب من ارقى، اقول من ارقى ما كاين في علاج حساسيه الجلد. تصوروا كاين وليدات اللي تي الكزيما تتبدا في الشهر الثالث بيبي، وتطول بهم حتى الشهر حتى العام الحادش والعام الثاني عشر، وتدير لهم اعاقه كبيره في الحياه اليوميه ديالهم. اذا فالماء والبصل الحمام مهم جدا خصوصا للبيبي، وما تيكبروا حتى يغسلوا بالماء والبصل. اذا الماء والبصل اللي عنده الحساسيه كبير او صغير نتحمموا به، ولما لا نديروا حمام ونخشوا في رجلينا في ماء وبصل، وهكذا تيمكننا نضبطوا. دابا كثير من الحالات ديال هذا النوع من الحساسيات مي تتبدا صغيره وتتكبر، ممكن تعطينا انتفاخات غير عاديه، ولكن حنا مي تيكون عندنا عصير بصل شراب ثم ماء وبصل حمام، هنا تنقدروا نضبطوا الجانبين، علما انه كل هذه الحساسيات فهي عندها علاقه مع تغذيتنا 90%، مع مناعتنا 90%، مع البنيه الداخليه تاع جسمنا 90%، كل ما هو علاج خارجي ما هو الا اقل من 10%. اذا فتكون عندنا القاعده في الراس، من تكونوا تنشتغلوا اول شيء تكون عندنا حساسيه نجوعوا، ثانيا الماء مغلي نقيو، ثالثا الماء والبصل والعسل، الماء والبصل 13 المرات، وهكذا تنكونوا في الطريق الصحيح. اما تبداو تستعملوا الدهنات اساسا هما بدايه، وضرب المقلي وضرب الرومي مع الغرام، راه غير تنخربقوا وغير تنرونوا وغير تنضيعوا الوقت، وهذا كله غير صالح. اذا فالناس اللي عندهم الحساسيه وباش حمايه بدايه، اول شيء خصنا نتعلموا نشربوا الماء والبصل ثم ندهنوا المرجان. يعني ديما المرجان عندنا موجود، وتندهنوا به وتنغسلوا به وتنستعملوا الاستعمال. لذا تنصحوا حاليا انه الناس ديما عندهم المرجان، اللي ما عندوش 20 30 حتى 40 لتر في الدار حمق ما عنده عقل، بخصوص اللي عنده امراض جلديه. وهكذا نتعلموا نسدوا شويه، ندهنوا على راسنا على جسمنا ونجلسوا شويه نرتاحوا نص ساعه ممكن ساعه، ولما لا نستعملوا جوج ثلاثه اربعه المرات في النهار. وهكذا حمايه للجلد المرجان دهن ثم استعمال الماء البصل ثلاثه اربعه المرات بطريقه صحيه. نكملوا في اخذ المكالمات. نوال، السلام عليكم. وعليكم السلام. كيفك لاباس؟ الحمد لله لاباس عليك. اللهم لك الحمد. كيفك الاستاذ لاباس؟ مرحبا مرحبا. هادو الناس ديال الجنوب ناس طنطان. مرحبا مرحبا مرحبا. وخيرت بارك الله فيك. ما شاء الله. كنت غنسولك يا دكتور، سميتو عندي الوالده عندها حبه فوق العين. وعندها البروده في الدم قال نعم، هذه الحبه فوق العين، وقعنا بحال المشكل ديال الشحمه فوق العين. هذه كلها الحمد لله تتعالج عن طريق اللسعات من جهه،
ثم تنديروا بخار ديازير مع تقطيره البصل في العينين وتنستعملوا عسيله تنجيو الناس. هذه اساسيات. فاحنا حاولنا ما امكن انه في العمل ديالنا داخل المركز نحطوا قواعد عمل. بحال ديما في الامراض الجلديه تنقول لا ساعة النحل حول المشكل الجلدي. ثانيا تنستعملوا المرجان الدهن. ثم ملي تنجيو الناس تنستعملوا العسل مع الغذاء الملكات وحبوب اللقاح. الدهن مره في الليل. هذه اساسيه. ثم نباتي 100% مع البصل العسل قبل وجبه الاكل. ان شاء الله تتكون نتائج متميزه. وانا الان تنتكلم من خلال النجاحات المباشره في المراكز اللي تحت الاشراف ديالنا. اذا ما تنتكلمش من الكتوبه ولا تنتكلم من كلام الناس ولا تنتكلموا من هذا. اذا فاستفدوا من النجاحات المباشره، واقوى ما كاين هما النجاحات المباشره. اذا فبالنسبه لهذه السيده غتقرص بالنحل في جنبات العين وتقطر البصيره في 3-4 مرات في النهار، دير عسيله في الليل ملي تجي تنعس، وتستعمل حسب السن ديالها ممكن تستعمل تغذيه 100% نباتيه مع البصل والعسل 3-5 مرات في اليوم. ان شاء الله تكون نتائج مباركه اقل من 3 اشهر. عليك دكتور، انا المشكل الاول اللي عندي هو تشقق في الكف، يعني في الكفوف ديالي، ومع جفاف حاد. سبحان الله العظيم. التشقق حتى هو كيجي من الحساسيات ولا هو تشقق ضعف في التغذيه من جهه، او تناكلو الجسم ما تيستفدش بامتصاص، ثم الاستفاده الاخيره ديال لاسيميلاسيون ما تتمش. اذا فهذا هنا تبع لانه عندها نقص في الفيتامين بي، هنايا نقص واضح. ولذا ان خصنا نشتغلوا على الامعاء، فقولب ديال التم مهم، فتعاودي نشط عمليه الامتصاص ولا كان شي ضعف في الالتهابات او عياءات في الامعاء. ثانيا خصنا ناكلوا الملبات نص كيلو في النهار، حلبه او قمح، وانا تنفضل الحلبه كثير لانها مفيده في النمو وفي التوازن الهرموني، وجميله كذلك في الكميه اللي عندها في فيتامين بي بالانواع B12 B6 B9 وهكذا. اذا تاكل نص كيلو في النهار، زيت الزيتون على الريق، بصل عسل مع الماء 5-6 مرات في اليوم، نباتي 100% مملوع الحيواني. لذا انه تقينا راسنا ملي تنستعمل هذا الاسلوب من جهه تغذيه صحيه، وملي تنستعملوا الماء المغلي كيف تكلمنا، تناخذوا شويه العسل 100 غرام تنديروا فيه 30 غرام غذاء ملكات، حبوب اللقاح معلقه صغيره تنخلطوهم، وملي تنغطوا بالمرجان تندهنوا ذاك العسيله ملي تنجيو الناس، ولما لا 3 مرات في اليوم. لقينا على انه هذا الاسلوب هذا بهذه الكيفيه اقل من 3 اشهر تتكون نجاحات. اقول اذا كانت جديه اقل من 7 اسابيع تتكون نجاحات كبيره جدا. اذا فلا بغينا نزيدوا نقويوا العمليه العلاجيه، تنقرصوا بالنحل في جهه التشققات. النحل عنده قدره خاصه جدا في جمع التشققات، تكون تشققات جلديه او تشققات داخل الامعاء او قرحه معده اذا في المعده، او تكون تشققات حتى في داخل الجسم في اماكن خاصه معينه تمكننا نضبطوا التشققات ان شاء الله. كاين اولسيراسيون تمكننا نجمعوها عن طريق النحل، سيكاتريزون، وهكذا تمكننا نخليو جسمنا من خلال هذه المواد المتميزه. انا تنغدم تعطيكم شويه بشويه باش ميوز اسيميلي باش تستافدوا وتهضموا العمليه. لقينا راسنا على انه بهذا الاسلوب الى التقييد وتبعنا بطريقه نشيطه متميزه، ما يمكنش اننا ربي ما يعاوناش والشافي واحد سبحانه وتعالى. الو السلام عليكم. السلام دكتور. وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبا. السلام عليكم. مساء الخير. انا بغيت نسولك واحد السؤال، هو واحد سيتي كيستيون انتيم سي بارابور على باغي جينيتال. جي توجور عندي الحكه دائما، مي سي دادير ليكستريميتي دو سي دادير لو كول. فوالا سي با لانتيريور ما سي ليكستيريور. اي توجور جو غراد سا في بريسك 3 ans كوم سا. Alors, je vous donne. J'ai fait plusieurs antibiotiques, j'ai essayé des pommades. Vous avez quel âge d'abord? Vous avez quel âge? J'ai 47 ans. 47 ans. Alors, je vous donne 3 astuces. Et je voudrais bien, Anao, qu'il y ait, Inch'Allah, une bonne utilisation. Comme ça, on en profite et on fait en profiter les autres. Premièrement, déjà 12 parties de table arabienne, on a fait le mal français. Alors, on essaie de prendre 100 grammes de miel, du bon miel. Et je pense que le miel du châtaignier, il est excellent. Alors, c'est donc on prend déjà 100 grammes. On ajoute 30 grammes de gelée royale, toute fraîche. C'est pas de gelée royale en poudre. Je voudrais bien de la gelée royale fraîche. 30 grammes, on mélange au miel avec une petite cuillère de pollen dans les environs de 6 à 7 grammes. D'accord? Et puis, bien mélanger, on va utiliser les applications directement sur le col. Et si vous êtes marié, c'est bien de les faire pénétrer. Jusqu'à l'intérieur avec la même quantité en eau,
D'accord? Une petite cuillère du mélange avec une petite cuillère en eau, bouillie, revenue à tiède, et puis bien mélangée. On va la utiliser et sur le col et la faire bien pénétrer 5 à 6 fois. Et puis après, une fois utilisée, on prend du persil bien écrasé, tout frais, et puis on l'applique directement sur l'appareil génital. Et cette utilisation-là, on essaie de l'utiliser 5 à 7 fois par jour. Et je voudrais bien qu'il y ait une utilisation très bien faite. Normalement, toutes les femmes qui ont utilisé cette utilisation-là, on a pu faire éviter l'ablation de l'utérus faute de beaucoup d'infections et d'inflammations. Il y avait même des kystes et les gens, ils ont pu faire éviter et l'opération chirurgicale. Mm-hmm. Mieux que ça, on a pu traiter l'ulcération et l'inflammation, même l'infection du col. Il y avait même des polypes qu'on a pu faire gagner, remédier, Inch'Allah. Et mieux que ça, on a pu même faire gagner aux femmes beaucoup de problèmes au niveau de l'utérus, c'est des pertes. Et puis ces pertes-là, alhamdoulilah, on a pu les faire éviter. Mais une bonne utilisation, une bonne fréquence, ça c'est un point. C'est 10% du traitement, du remède. Alors pour mieux avoir un traitement assez complet, c'est bien de prendre de l'oignon 20 grammes, mm-hmm. mélanger un grand verre d'eau bouillie avec une grande cuillère de miel, d'accord, et prendre ça 6-7 fois par jour. Végétarien 100%, on prend beaucoup de jus de fruits et légumes frais, crus, peut-être un petit tagine de végétarien. Mm-hmm. Et mieux que ça, l'huile d'olive du bon matin, 3 grandes cuillères. Inch'Allah ta'ala, bien une bonne utilisation. Normalement, Inch'Allah, le problème, on peut l'éviter facilement. Ou alors je préfère une utilisation même guérie. Mm-hmm. On utilise ce traitement, cette manière de faire 3 mois de suite. On continue, pas de discontinuité. Allah shafi ou bsahou raha. إذن معافاة وكيف قلتي دائما إلى كل استعمال حسن وتتبعوا الوصفة كيف قلتيها أستاذ وتتبعوا حتى المقادير ديالها أكيد غيكون نجاح الحليف ديالهم. ناخذوا نجمة من الدار البيضاء. نجمة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عافاك اختي بغيت نسول على قبل خويا عنده لا مالادي ديال الصدفية في سكتو كاملة. نعم عنده الصدفية عنده 9 سنين وهو عنده هذا المرض هذا. نعم هو الصدفية حاليا الماء والبصل مع العسل 7 مرات مهم جدا. نباتي 100% من الافضل ما يطيبش ياكل حاجه ما طيبش. خضره وفواكه عصائر زيت الزيتون على الريق ثم قرص النحل حول البقع ديال الصدفيه واخا يكونوا بزاف. جانا واحد من بلجيكا ومسكين 20 سنه ديال الصدفيه هو مغربي وقهرته 20 سنه ديال المعاناه. جات باك الله تبع معنا 3 شهور الاولى حماق قال لي اش هذا الخير ولا تيجي كل مره. دابا هذه شي 3 أو 4 سنوات بهجة كل مره تيجي تيوصل حتى 400 نحله في النهار. يا سبحان الله. ولكن واحد الشغف كبير وديما تيجي تياخذ لي بيدون ديال 20 يطرد المرجان تقدر ياخذ 2-3 اللي جاب الطوموبيل ديالو. وهكذا لقينا على انه هذا الخير اللي عندنا في هذا البلد تيستافدوا منه الاخوان ديالنا والجاليه ديالنا اللي كاين على صعيد اوروبا. وهكذا بغينا انه الناس يجيو يتعلموا هنا ويستافدوا من هنا ونكونوا حنا مدرسه العالم ان شاء الله تعالى. تصوروا دابا المرجان تنغسلوا به 2-3-4 المرات، قرصة النحل حول البقع ديال الصدفيه، الماء والبصل العسل 7 مرات في اليوم، زيت الزيتون على الريق، الماء مغلي 3 لتر كيف تكلمنا، والنباتي 100%، الحمد لله الصدفيه 3 شهور ما تتبقاش، ولكن ماشي كل شيء جدي كان اللي غشاش. نعم. وتطول فيه فإلى غش يبقى في داره وما يستعملهاش. فكيف قلت في البدايه دائما خاصنا نتبع الوصفه كيف هي كما هي ونصبروا شويه ما فيها باس. نصبروا شويه كيبان لهم الطاجين تيتلفوا.